الخير. مساء الخير، شلونك هبة؟ الحمد لله عمي. دكتور سعود شلونك؟ بخير. عيل دانا وين راحت؟ دانا راحت غرفتها. روحي لها غرفتها. انا اذنكم. تفضلي. ايش فيهم؟ زعلانين مع بعض؟ ايش دراني؟ دانا؟ 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 خالتي اطق عليها الباب بس ما ترد. شنو؟ دكتور، يعني بالنسبه للفحوصات ان شاء الله بس ما تطول وراها عذاب. لا لا ما تطول. ليش ما تردين؟ وبعدين ليش هديتي خطيبك برا وانت قعدتيني بروحك؟ هبة للحين برا؟ ايه. وتبيك؟ روحي قولي لها ماني هني. ايه بس انا قلت لها انك انت هني. يما روحي قولي لها اللي قلت لك عليه وخلاص. دانا، لا يكون بنت الحرام هذه مسوية شيء. يما روحي قولي لها تعبانة ونايمة، نايمة. أرجوك يما روحي قولي لها ما أبي أشوفها. وراحت هبة؟ طلعت عمتي. زين. دانا، دانا تعالي يما، هبة طلعت. ما عليها، يمكن دانا متضايقة ولا زعلانة هي والدكتور سعود، وتدرين ساعات الزعلان ما يبي يشوف أحد. لا يا محمد، دانا ما تبي تشوفني. أنا سويتها علشان ما تبي تشوفني. بصراحة يمكن دانا خايفة إنك تطلبين منها إنها ترجع الفلوس. لا، مو دانا اللي تفكر بهالتفكير. ما في غير هالتفسير. انا اللي مضايقني اكثر اني ما قدرت اعرف ايه ليش زعلانه مني. على العموم تقدرين تروحين لها باكر وتسالينها. المهم في وحده جت اليوم وسالت عنك. ما قالت لك من هي؟ لا ما قالت هي، بس اعطتني هالكرت وقالت لي ان تبي تتصلين فيها. نوف؟ منو هذه؟ ما ادري، ما اعرفها. بس هي قالت انها رفيجتك. رفيجتي؟ بس انا ما اعرفها. زين دقي عليها وشوف ايش تبي منك.
بعدين بتصل فيها. مبروك يا دانا. الله يبارك فيك. مبروك دكتور سعود. الله يبارك فيك. مبروك يا حصة، ألف مبروك. مبروك حبيبتي، الفال لعيالكم كلوا. آمين يا رب. مبروك يا دانا. مشكورة، الله يبارك فيك. ممكن اضايقك شوي؟ ضايقني؟ معقولة يا هاني انت تضايقني؟ سارة شلونك؟ زينة الحمد لله. ايش فيك واقفة بروحك؟ تعالي معانا. انا شي مرتاحة. فالك يا خلود. افهم هاني، مو خوش فله كذي، ما في فالك يا هاني. ويا بعد عمري الفالك انت بعد ان شاء الله. الله يسمع منك يمه، بس هي لو توافق انا الحين اخطبها. صدق؟ ليش هي موجوده معانا؟ هي حجيه موجوده لو قاعد تسمع بعد. والله وينها؟ بالخبره يمه، ما قلت لك طالع لامك. اقول عبد اللطيف، ما انت ناوي تقول لي من اللي حاط عينك عليها؟ قلت لك بقول لك بعدين. ايه ابو خلود، مبين سالفتك طويله. لا لا لا، ما راح اطول وايد. اليوم شنو اليوم؟ خميس. خلاص، يوم السبت ان شاء الله في المكتب اقول لك من هي. ما ادري ليش تعرفها؟ هذا اللي كنا نسهر عندها انا وهنوي. مبروك يا ابو هاني. انت ايش اللي جايبك هني؟ معقوله تبيني اعرف ان ملكه دانا حبيبتي وما تبيني اي؟ مني هذه؟ هذه ما ادري. اكيد انت ام دانا. اي عدل، وانت؟ انا سمر رفيجة دانا. تفضلي. يبا شلونك؟ وعدتيني تزوريني وما جيتي. صدقيني كنت مشغوله، بس ان شاء الله بزورك. عندك
سارة شلونك؟ زينة الحمد لله. حبيبتي أنا صبرت ما في الكفاية، وعلى ما أعتقد ما حد يلومني إذا قلت كل شيء حق الدكتور سعود. سمر أنت ليش ما تخليني بحالي؟ وهاني هذه من هي؟ هذه ما سمعتها تقول صديقة دانة. صديقة دانة تقول لها شو اللي جايبك هني؟ هذه زوجتي. مبروك حبيبتي دانا. الله يبارك فيك. مبروك دكتور سعود. الله يبارك فيك. قوة هاني. هلا مساء الخير. هلا. من هي الحلوة؟ هذه. أنا خلود. أنت منو؟ قل لها أنا منو. هذه رفيجة أختي دانا، يعني متعودين دائما نشوفها قبل. إيه سالفة الفلوس؟ فعلا عبد اللطيف قال لي، بس الفلوس مو حق هبه، الفلوس حق دار الايتام عبد اللطيف اللي متبرع فيها. ايه جزاه الله الف خير. شكرا. اي موجوده، تفضلي الحين اناديها لك. انت ايش تبين بهبه؟ انا جايه ازورها بس. ومن وين تعرفينها حبيبتي؟ من المستشفى. ايه يعني انت تشتغلين معاها بالمستشفى؟ لا يا خالتي، الوالد كان مرقد بالمستشفى وهي كانت تتابع حالته، تعرفت عليها. نو هلا والله، شلونك حبيبتي؟ الحمد لله. شلون الوالد؟ والله الحمد لله بخير. استريحي. هذه نوفا اللي قلت لك عنها، شلون تقولي ما تعرفينها؟ نوفا عارفها بس ناسي اسمها. حياك الله يا نوف. عن اذنكم. هبه انا جايه اعتذر لك على اللي صار. انسي اللي صار يا نوف، ما حد يقدر يلومك على اللي سويتي. ادري ان للاسف ما راح يعوضك عن شيء. انا ادري انك ما تقصدين يا نوف، بس اهم شيء عرفتي الحقيقه وعرفتي حجم العلاقه اللي بيني وبين ابوك واللي بيني وبينه، كل احترام وتقدير. لا يا نوف لا تبكين، انا مسامحتك. هبه مو كفايه تسامحيني، طلبي أي شيء وأنا مستعدة أسوي لك. أنا لي طلب واحد بس. شنو قولي؟ يا ريت نكون أصدقاء. تفضلي سيدتي ومولاتي. شنو هذا؟ هذا بيتنا، بيت الزوجية. انت ما طلبتي مني بيت؟ هذا بيتنا. وهذا البيت ملكك؟ يا ريت، أنا ويلي أجار. أجار؟ وهذه المفاجأة؟ المهم عمري صار لنا بيت. إنزين، إيش رأيك أهد شقتي وأعيش هني؟
أكيد بتفدين الشقة. عيل أنا مأجر البيت حق منه. يعني ما عندك مانع أسوي حفلاتي هني؟ حفلات؟ لا لا سمورة، ما في داعي حق الحفلات. أنا ليش مأجر هالبيت؟ علشان أبعدك عن هالسوالف. يا حبيبي يا سالم، صدقني هالحفلات ما فيها شيء، وبعدين أنا اللي مستفيدة، وهالحفلات راح ترفعك أنت فوق. وبعدين لمتى بتتم موظف؟ أنا مدير مو موظف. مدير بحلال غيرك، يعني موظف. أنت لو تطاوعني تصير مدير نفسك. أنت بس اسمع كلامي وراح تلعب بالفلوس لعب، طيعني. حقيت انك نسيتينا، وانا اقدر انساكم. انا اسفه يا مها، انشغلت الايام اللي راحت. ناصر دائما يسال عنك، وانا مشتاقه له وايد. اقول لك اليوم بمر عليه باخذه وبنطلع مع بعض. تعبناك معانا يا هبه. احد يتعب من راحته، انا اهم شيء عندي اشوف ناصر مستانس وسعيد. جزاك الله خير، الله يقدرني وارد لك هالمعروف. عيل وين فهد؟ خذا ابو البيت. شلون؟ اكيد الحين متلعوز فيه. لا متلعوز ولا شيء، خدامه موجوده. خلاص انا اليوم بمر وباخذ ناصر وفهد وبنقضي اليوم مع بعض. خلود الصراحه خلاص انا لازم اكلم ابوك بالموضوع، ماني قادر اصبر. الحب اللي بيننا هذا لازم يجمع بيت. هاني شو هالكلام اللي تقوله؟ كلامي واضح يا خلود، انا ابيك على سنه الله ورسوله. بس الظاهر ان انا مالي حظ، وين ما اطقها حويه. طول عمرها الدنيا كذي معي، حتى البنيه اللي حبيتها من داخل قلبي ما تبي. لا يا هاني، من قبل ما ابيك. بس شنو؟ قولي تكلمي. بصراحه انا خايفه هبه تزعل. هبه؟ وش اللي بيني وبين هبه؟ انا عمري ما فكرت بهبه. امي وابوي خطبوها لي قبل لا اشوفك، يعني هذا الشيء صار من زمان. انا ما حبيتها، انا قلبي اختارك انت يا خلود. هاني انا ما عندي مانع، انا فعلا حبيتك، بس ما بقدر في يوم من الايام انك تزوجتني. اندم؟ وليش اندم؟ لانك ما راح تتزوج خلود بروحه، تاخذها معها الكرسي. لا 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 يا خلود لا، ما ابي اسمع منك الكلام هذا، فاهمه؟ انا يا هاني خايفه يكون حبك لي شفقه وعاطفه على حالتي. لا انت كذي بتزعليني منك. انا حبيت خلود الانسانه، خلود الرقيقه، ما يهمني خلود اذا كانت بكرسي ولا بدون كرسي. خلاص انا لازم اكلم ابوي وامي بالموضوع. خلاص انا بعتبر ان هذا ردك الاخير، وردي بتحصليه عند الدكتور سعود. الله يخليك يا سمر، الله يخليك. لا تسوين فيني كذي. تبيني اسكت تسوين اللي قلت لك عليه؟ ما اقدر يا سمر، ما اقدر. الله يخليك اموتي. الظاهر ما منك فايده. سمر الله يخليك. صباح الخير. صباح النور. وينك انتي؟ انا من الصبح في مكتبي. لا انا ما اقصد اليوم، امس ليش ما مريتيني؟ امس الله يسلمك كان عندنا يوم عائلي. شلون يوم عائلي؟ شلون يعني؟ طلعت مع ناصر وقضينا اليوم كله مع بعض. طيب ليش ما مريتيني البيت واخذتيني معك؟ لانك هالايام مشغولة عني. انا؟ ايش مشغوله فيه؟ انا مخليتك على راحتك لين تقولي لي بروحك. شو اقول لك؟ اللي بينك وبين هاني. انا
أنا ما بيني وبينه شيء. كيفك يا خلود؟ إذا ما تبين تقولين لا تقولين، بس ها لا تشربين علي، أنا ما تعودت منك إنك تشربين علي. وأنت مين قال لك؟ ما حد قال لي، كان مبين عليكم يوم الملكة، وغير كذي كان عندك من الصبح في مكتبك. أنا آسفة يا هبة، كنت بقول لك أنت تدرين أنا ما أقدر أغبي عنك شيء، بس أنا كنت خايفة إنك تزعلين لأن هاني خطبني، وأنا بصراحة ما أرضى أكون البديلة عنك. أي بديلة وأي خطيب؟ أنا ما في شيء يربطني بهاني. يعني أنت ما أنت زعلانة على علاقتي بهاني؟ أنا ماني زعلانة، بس خايفة عليك. خايفة؟ إيش منه خايفة؟ من هاني نفسه. بس هو يحبني وأنا أتمنى هالشيء، بس أنا عارف هاني عدل. هبة أرجوك صارحيني، أنا كل اللي عرفت عن هاني إنه هو شال المسؤولية وهو صغير وترك دراسته علشان يعاون أبوه وإخوانه. ومن قال لك هالكلام؟ هاني بنفسه وهو اللي قال لي. يعني بدأ معاك بكذب بعد ما تبيني أخاف عليك منه؟ يعني هاني كذب علي؟ خلود لا تزعلين مني، بس هاني ما يستاهلك، أنت تستاهلين واحد أحسن منه. أحسن منه؟ من وين؟ من وين يا هبة؟ أنا عمري ما سمعت كلام حلو إلا من هاني. ليش يا هبة؟ ليش ما خليتيني بهالجذبة؟ ليش؟ كنت مصدقة إنه ممكن واحد يتزوجني ويحبني. ليش صحيتيني منها؟ ليش يا هبة؟ كان خليتيني أحلم. ليش؟ ليش؟ ليش يا هبة؟ الله يبرى، أنت مفصولة عن الشغل، يلا برا. دكتور أنا. أنت إيش بتقولين بعد؟ يلا برا، ما بشوفك على تويش هني، برا. وأنت إيش شاطرة؟ يلا برا، برا. تطردني وما تعرف منو أنا؟ أبنت تكونين؟ أنا مرت عمك اللي هو أبو زوجتي. وش فيك يا كلش علي من صباح الله خير؟ ايش تبين؟ ترى انا عارفه كل الاعيبك، لا تلعب عواطفها، حرام عليك، خلود ما تتحمل اي صدمه. وانت لا يكون خلود حاطتك وصيه عليها. سمعي بعدي عن طريقي، انت ترى ما انت قدي، وبعدين ما لك شغل فيني ولا بخلود، انا وخلود نحب بعض وراح نتزوج، فاهمه؟ الو عبد اللطيف، خلود ايش فيها؟ ليش تبكي؟ ردت البيت وهي حالتها حاله وتبكي، ما ادري ايش فيها. على العموم هي عندك الحين في البيت؟
بس الحمد لله. لا لا في الشغل ما ظلنا صار لها شيء. على العموم انت حطي بالك عليها لين اجي انا، ليت اعرف السالفه. يلا فمان. خير ابو خلود، ايش صاير؟ عسى ما شر. سعاد تقول ان خلود راد البيت وضايق خلقها وتبكي. تبكي؟ الصبح انا شايفها بمكتبها ايش حالاتها؟ لو ردت البيت اعرف كل شيء. زين حير، الرد حق موضوعنا. ايش موضوع؟ يا طال عمرك ما قلت لي بتعلمني من هي اللي بتتزوجها. تفضل. صباح الخير. صباح النور. صباح النور، يا هلا ومرحبا. هذه هي جاتك بروحها. هبة؟ ايش فيها هبة؟ هبة ايه اللي اقصدها؟ ها؟ ايش فيكم يا جماعة؟ ايش صاير؟ تطمني ما كل كل الخير. ها ايش قلت يا سالم؟ موافق؟ انا؟ هي عيل منه مو انت عمها؟ عمها ايه؟ عمها. ايش صاير يا جماعة؟ فهموني ايش السالفة؟ ما هو صاير لك كل الخير مثل ما قلت لك. عمك بيقول لك السالفة. لا عمها ولا خالها، من ناحيتي انا ما عندي مانع، وهذه هي واقفة قدامك اسألها اذا كانت موافقة ولا لا. موافقة على شنو؟ هبة انا ناوي اتزوجك. الظاهر انك طايح طايحه قويه شوي. تقول لي شعر كان زين، كان زين اذا قلت شعر ارتاح عقب ما شفتها. صدق عاد صورتها طبعت بمخي، كنت ما افكر الا فيها. الحين قعدني ساعه ما في موضوع غير هالبنيه. انا بعرف شغله وحده انت عارفها. كل اللي اعرفه ان اسمها نور. بس اي بس انا مو شايفها الا مرتين. انزين يمكن تطلع متزوجه. معقوله؟ اي ليش لا؟ مو تقول ما تعرف عنها شيء. انزين وشلون اتاكد؟ اي اسال هبه. اي تعال صدق هبه رفيجتها. ما كلها هبه اسالها. وين رايح؟ بروح اسال هبه. والمحاضره؟ اي بعدين اخذ كشكول اي واحد ينقل منه. المهم كان زين تجرب الحب. اخ بس تعلمني انا الحب؟ دانا لا تخليني اندم اني قلت لك كل شيء. انا كنت متاكده ان بينهم شيء، بس ما كنت اتوقع ان السالفه توصل للزواج. هذا انت قلتيها، زواج يعني الموضوع طلع من يدنا، ما نقدر نسوي اي شيء الحين. لا نقدر، انا ما راح اسكت. زواج ابوي من سمر يعتبر جريمه في حقنا احنا عياله. ابوك مو ياهل، وبعدين يمكن الاختيار خانه وما اعرف حقيقه هذا اللي قال لها سمر. خلاص هيا نبين له حقيقتها ونخليه يطلقها. ويمكن يتزوج واحدة ثانية. خليه يتزوج واحدة ثانية مو مشكلة، المهم يختار له واحدة عدلة. خلاص نقعد معاه ونكلمه بصراحة. هذا اللي لازم يصير. انزين سعود وهبة. هبة؟ هبة ما ادري شلون راح راويها ويه مرة ثانية. وانا بعد ما ادري شلون براوي هوي. العم عبد اللطيف يبي يتزوجني انا؟ انا فاهمه ان العم عبد اللطيف يبي يتزوج علشان يبي عيال، بس ليش اختارني انا؟ ايش اقول حق خلود وحق خالتي سعاد؟ بقت منكم العم عبد اللطيف؟ يمكن اختارني لاني قريبه من خلود وخلود تحبني. لا 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 ما اعتقد ان خلود توافقني اصير زوجة ابوها. ما اعتقد. السلام عليكم.
عليكم السلام. هلا محمد، شو الزيارة الحلوة؟ بصراحة هي مو زيارة. على شنو؟ محمد شفيك؟ محتاج شيء؟ فلوس؟ لا تستحي مني، أنا أختك. لا 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 لا، فلوس ولا شيء، مو محتاج شيء كلش. أنا بس جاي أسألك كم سؤال. قول يا محمد. خير؟ أبي أعرف رفيجتك شو اسمها؟ نوف. نوف عدل؟ إيش فيها؟ يعني أبي أعرف مخطوبة، متزوجة؟ بصراحة ما أدري يا محمد إذا كانت مخطوبة أو متزوجة، بس إذا شفتها بسألها. متى بتسألينها؟ إذا شفتها. ومتى بتشوفينها؟ وأنت إيش فيك مستعيل كذي؟ بصراحة مستعيل وايد، علشان خاطري هبة، أبي أطمن بس. خلاص، أنا بأقرب فرصة بكلمها وبتواعد معاها. وليش ما تسألينها الحين؟ محمد إيش فيك؟ تبين أسألها بالتليفون؟ قلت لك إذا شفتها بسألها من غير ما تحس بشيء. كذي الحب يضيع؟ حسافة، الظاهر اني نسيت كرتها بالبيت. انا حافظ رقمها. دام انك حافظ رقمها وتكلمها، ليش ما سألتها؟ لا انا لا اكلمها ولا شيء، انا حافظ رقمها لا اكثر ولا اقل. زين، عطني رقمها، بس ها ترى المكالمة هذه على حسابك. اوكي. انزين، وين هالحفلة؟ في بيت واحد من الربع. شنو؟ لا لا يا خالد، انا ما اقدر اروح معك. هبه، ايش فيك انت كلها خايفه؟ انا قاعد اقول لك حفله، يعني ما راح نكون بروحنا، راح يكونوا موجودين ربعي وياك. هذا انت قلتها بلسانك، ربعك بيكونوا موجودين، يعني انا بروحي بكون بينكم، شو ما تبيني اخاف. ومن قال لك انك راح تكونين بروحك؟ راح يكون موجودين معك بنات. بنات؟ اي بنات، راح يكونون صديقات ربعي وخواتهم. خواتهم بعد؟ ايه يا هبة، هذه حفلة محترمة، وصدقيني ترى مجرد حفلة وبس. انزين، ما عندي مانع، متى الحفلة؟ باكر. شفت شلون؟ من ردت وهي هذه حالتها، حابسة روحها بدارها، وكل ما سألتها يمه ايش فيك تقولي ما فيني شيء. يبا خلود، اكو واحد مضايقك بالشركة، ليش طلعتي مغلة تقولي لي؟ قلت لك ما فيني شيء، شوي تعبان وضايق. انتوا ليش مو راضيين تخلوني بروحي؟ ما ابي احد. يمه حبيبتي قولي لي صاير. انتي روحي وخليها بروحها. شلون اروح وهي هذه حالتها؟ هي تبي تقعد بروحها. يبا انا اسفه. خلود، بعد عمري يمه، انا ما عندي احد غيرك بهالدنيا. يا بعد عمري، اللي ضايقك يضايقنا واللي يسعدك يسعدنا، احنا لازم نشاركك همك. يا يمه احنا نحبك. حتى انا احبكم. يعني هي بطلعت مظلومه؟ انا كنت متاكد من هالشيء، بس تعالي، ليش ساره سوت كذي؟ الحقد والغيره يسوون اكثر من كذي. بس بحقدها وغيرتها ضيعت مستقبل البنية. هذه هي خذت جزاها، سعود طردها من العيادة ومن المستشفى. وهبة؟ إيش فيها هبة؟ يعني هبة ما راح ترد على شغلها؟ ما أدري إيش أقول لك يا طلال، سعود يبيها ترجع، بس هو مستحي منها وأنا بعد مستحية منها. إحنا خاطرنا نعوضها عن اللي صار. وأنا بعد خاطري أعوضها وأعوض نفسي، لأني حرمت نفسي منها. يعني تبي تتزوجها؟ زين، ايش ناطر؟ ناطر اخلص الجامعه.
زين انت تخطبها الحين لين تخلص دراستك. خلاص خليني اروح اكلم الوالده عشان تخطب لي اياها. المهم ايش قالت؟ ما تكلمت ولا كلمه واحده. شلون يعني ما قالت موافقه؟ لا اقول لك ما انطقت ولا كلمه. تمت واقفه كذي وعينها مبققه متفاجئه من طلب عبد اللطيف. اكيد تتفاجئ، هي اصلا ما حلمت ان في يوم من الايام تزوجها واحد مثل عبد اللطيف. زي ما ماتت من الفرحه. المهم بعدين صار ابد كل واحد راح مكتبه. بس كذي؟ ايه بس كذي. يعني عبد اللطيف ما راح تكلم البنيه مره ثانيه؟ ما ادري يمكن. شنو ما تدري عيل؟ منو اللي يدري؟ بعد ما ادري. سالم ركز معاي، يعني انت ما حسيت ان البنيه كانت موافقه ولا لا؟ لا ما حسيت. انت متى تحس اصلا؟ اشوف قربت علي. انا ايش يخصني عبد اللطيف يتزوج يطلق؟ انا ايش يخصني؟ ما اقول الا اخي القهر. ايش فيها هذه؟ ايش لا مقهوره؟ انا ما ادري بنتها وتزوج الدكتور محترة ليش؟ لكن هذه حصو مو غريبة عليها، إذا ما حسدت أحد تحسد روحها. يبا شوفي دانو، إذا جاية تتكلمين في موضوع المهر وفري كلامك، أنا للحين ما وفرت المبلغ. مو هذا الموضوع. علش تبي؟ سعود يبي يشوفك ويكلمك في موضوع. وش يبي سعود؟ ليش شفته بيقول لك؟ كأنك تعرفين وما تبين تقولين. المهم يبا شو أقول حق سعود؟ خلاص بعد العشاء أنا أمره. خلاص ننطرك في العيادة عن إذنك. إيه هذي إيش فيها تكلمني بنفس خايسة؟ هي سجلة قالوا الحاب يطلع على بثرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا حبيبتي، صدق انك بنت حلال، تو فكر اتصل فيك. وهذا نيتي خالتي. خلود وين هي؟ خلود بحجرته، عشان كذي حبيت جنتين وتشوفين ايش فيها. انا علشان كذي جايه يا خالتي. يعني تدرين ايش فيها؟ ها لا خالتي، انا دريت انها تركت الشركه وردت البيت. هبه شلونك؟ بخير يا عمي، أنا ذنكم بروح أشوف خلود. تفضل يا حبيبتي. الله يوفقها ويسعدها إن شاء الله، شايل هم بنيتنا أكثر منه. هي خلت توافق تشوف السعادة عدل. إيش عليه توافق؟ لا لا ماكو شيء ماكو شيء. يا خلود أنا يوم صحيتك من الكذبة اللي اخترعها هاني على بالي أكلم خلود القوية اللي أنا أعرفها وخلود اللي قدامي. معقولة هاني قدر ينتصر عليك بهالسهولة؟ هاني أعرف نقطة ضعفي، قدر يحتويني بكلام الحلو، وطرت مثل الحمام، دشيت القفص برغبتي. يا حبيبتي قلبك أمانة عندك، لا تعطينا إلا للي يستحق. أنا عارف إنك قوية وراح تتخطين هالمحنة. هبة فتحي باب القفص، فتحي. شوفيهم قادرين يطلعون من القفص؟ ما يقدرون، وانا صرت مثلهم ما اقدر اطلع من القفص. بس أنا إذا مديت يدي ومسكتهم أقدر أطلعهم.
ومثل ما أقدر أطلعهم أقدر أطلعك من اللي أنت فيه. أكيد يا هبة، أنا مالي غير تبع الدنيا. هذا هاني.